مشاهدينا، وللمزيد حول انتهاكات النظام الإيراني والحديث عن مشروع لتصنيف الحرس الثوري ذراع هذا النظام كمنظمة إرهابية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمود أحمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخي العزيز، حياكم الله. البرلمان الأوروبي، أهلا بك. البرلمان الأوروبي اليوم يتبنى بالأغلبية قرارا يدعو دول الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية. السؤال هنا، كيف سيؤثر ذلك القرار على النظام في طهران بصورة عامة؟ طبعا هي خطوة أولية وليست كل ما سيقوم به الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الخطوة تفتح الباب لنقل الملف إلى الأمم المتحدة وإلى المؤسسات اللي تعاقب إيران بقوة وتؤدب إيران بقوة. المادة السابعة هذه هي الخطوة اللي تلاحق بعد ذلك. نعم. حسب المحللين والمتابعين قالوا أنه اليوم التي الاتفاقات التي تمت على رأس القائمة الإرهابية التي ستعلن غدا، نعم، هي هو خامنئي نفسه والرئيس رئيس الجمهورية أيضا. فالموضوع شديد الأثر على السياسة الإيرانية وعلى مستقبل إيران أكيد، وخصوصا وأن إيران لا يهتم بهذا كله وهو يذبح في مكانه. يعني اليوم أخبار اللي وصلتنا من الداخل أنه نقل صواريخ إلى روسيا لضرب أوكرانيا، والغرب كله الآن واقف مع أوكرانيا، ولا أقصد أنا واقف معه، نعم، لكنه هذا نقل كخبر. فالنظام الإيراني لا يهتم بهذا، ولأنه أساسا هو يمتلك القدرة المالية التي يغطي بها حاجات الميليشيات والإرهاب في المنطقة، وهذا يكفي. والآن الأخبار التي جاءت ونشرت واستمعها الجميع أنه الفاطميون والزينبيون دخلوا إلى إيران ليدربونهم على أحدث الأسلحة الإيرانية الجديدة. طيب. فهذا الوضع بهذا الشكل يبين أن إيران مقبلة على أزمات أكبر وأكبر من ما كانت. طيب، أيضا ما الدور الحقيقي الذي يلعبه الحرس الثوري في إيران كمؤسسة تابعة مباشرة للمرشد الإيراني في قمع المعارضين؟ طبعا المرشد الإيراني هو البنك الرئيسي، هو البنك المركزي لإيران، لأن هو اللي يمتلك معظم المال عنده. والحرس الثوري هو أكبر الشركات الاقتصادية في إيران، هو يمتلكها. الموانئ في إيران معظمها إلى حد 80% تصل هي تحت نظر الحرس الثوري. فهذا العمل يعني أنه الاقتصاد الإيراني سيكون تحت وطأة العقوبات الشديدة جدا، لأن الحرس إذا دخل تحت البند السابع، حتى قبل لا يدخل تحت البند السابع هو سيكون متأثر جدا جدا من هذه القرارات اللي ستصدر. طيب، اليوم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي يعني ارتكب جرائم إعدام عندما كان شابا في لجنة موت، هل يمكن ربط ذلك السلوك بما يتم الآن من إعدامات ضد المعارضين عموما وفي المتظاهرين في صفوف المتظاهرين أخيرا؟ لا، هو طبعا رجل إجرامي، والمهم أنه الغرب كان يتعامل معه كرئيس جمهورية، وسافر إلى أمريكا وإلى الأمم المتحدة وحضر هناك ولم يمنع من الدخول إلى هناك. فهذا المؤسف والمؤلم يعني الحقيقة. الغرب يتعامل مع المجرمين حسب العلاقات والمصالح اللي خلفهم تكون موجودة. أنا أتصور هو المفروض مش اليوم، قبل 30 سنة، المفروض 35 سنة قبل يكون محاكم ومعدم يقتل، لأنه هو حضرتك بالتقرير نشرته أنه قتل مئات الأشخاص، بل آلاف الأشخاص والعشرات من الآلاف، لأن ذلك الوقت كان أكثر من 40,000 مجاهدين كانوا معتقلين،
وأكثر من 40,000 أخرى من الشيوعيين من الأحزاب المختلفة، وهم بدأوا يعزلونهم، يعزلون الشيوعيين والمجاهدين والإسلاميين على حدى ويقتلونهم ويجمعونهم في مكان ويرسلون لهم واحد شخص واحد يحاكمهم واحد 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 ويقرر عليهم جماعيا يعني. طيب السؤال هنا اليوم، هل تعتقد أن قرار تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يمكن أن يوقف انتهاكات الحرس الثوري ضد المتظاهرين؟ لا، هذا لا يضمن هذا الموضوع، لأن النظام إذا يريد يتخذ هذا الأسلوب ستكون هي يعني نهايته، لأن الشارع الإيراني يتحرك كله، رجاله ونساءه وأطفاله، ضد النظام ويقصد تقصد الشعوب في داخل إيران، تقصد إسقاط النظام والخلاص من الهيمنة الفارسية على المقدرات. نعم. فأنا لا أتصور أي شيء يغير من الأسلوب اللي يتخذ النظام بالقتل والإعدام. طيب إلى أي مدى ترى أن قرار المفوضية الأوروبية بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيحرج أمريكا التي يتم الضغط عليها حاليا لرفع الحرس الثوري من قوائمها للإرهاب؟ الأمريكان هم افتضحوا مسبقا بالدفاعهم عن إيران أساسا. تعرف حضرتك أنه هم كان ترامب جاب الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، وجاء هذا الرئيس الفعلي الديمقراطي ورفعهم من القائمة. فالوضع إلى هذا الحد في المصالح مؤثرة عليه، وبهذه المرحلة الفعلية اللي روسيا توقف نفطها وتوقف غازها، هم ما زالوا ينظرون إلى مصالحهم أكثر من ما ينظرون إلى جرائم إيران. من لندن المختص في الشأن الإيراني الأستاذ محمود أحمد، شكرا جزيلا لك.